مع بدايه تنويهنا عن هذه الفقره، تخيلت ان حضرتك هتكون مهندس مش محامي. لا لا محامي. فدي مفارقه غريبه، ولا حضرتك شايفها انها عاديه فكره الاهتمام بمجال مهم جدا او مجال دقيق زي ده في التكنولوجيا او استعاده الهواتف المحموله المسروقه؟ هل مساله بحاجه الى خبره هندسيه او يعني خلفيه تكنولوجيه مثلا؟ لا خالص. الموضوع بس يعني احب انوه بيه في الاول، حته محامي ديت ده من اختصاص شغلنا. يعني النهارده اي حد بيتسرق اوتوماتيك اول حاجه بيعملها البلاغ او المحضر اللي هو بيقدمه. فالبلاغ دوت النتيجه الطبيعيه ليه النيابه. فده يعتبر اول حاجه من اختصاص الشغل بتاعي، اللي هو المبلغ لما بيتسرق وبيجي المكتب عندنا بيعمل بلاغه، بيطلع على النيابه، بيتوجه للنيابه، بيعمل التتبع بتاعه. فلازم في حاجه زي كده عشان حد يساعده فيها لازم يكون في محامي. تمام. ان الموضوع بيتطلب منه سفر للقاهره للقريه الذكيه، بيتطلب منه اذن من النيابه، فلازم يكون محامي. مش هينفع حاجه غير محامي. طيب هنا لازم ندخل اكتر ونعرف ايه الفكره جت لحضرتك ازاي، او البحث عن الهواتف المسروقه يعني ايه الجديد، او حضرتك متميز في ايه؟ الفكرة ايه اللي التفت اليه ومحدش كان واخد باله منه في فكره استعاده الهواتف المحموله؟ الفكره المثابره، ان الموضوع اسم مجهد جدا. اللي بيتسرق تليفونه دوت حياته كلها بتبقى على التليفون. فلما بيروح طبعا عشان خاطر الروتين في مصر يعني بيطول او بيطول الاجراءات في المحاكم، فالناس ما عندهاش صبر. فبتفضل ان هي ما تدورش، وبتفضل ان هي ما تكملش، وبتفضل ان هي ما تدورش على حقها. لما بيظهر الموضوع هو في الاول مجهد، بس في النهايه مثمر. في نتيجه في النهايه بتيجي، اللي هي التليفون بيرجع لصاحبه. مش بيطول. يعني انا عندي بالنسبه للحالات بتاعتي اسرع حاله رجعت تليفونها كان 24 ساعه. واصعب حاله كانت 8 شهور. بس في النهايه في تليفون بيرجع لصاحبه. هي بس كل القصه ان الشخص بيكسل او ما عندوش الوقت ان هو يسيب شغله ويروح يدور على تليفونه اللي اتسرق. دي بتبقى القصة كلها. المسألة هنا بيساوي فيها أي نوع من أنواع التليفونات؟ أي نوع. ولا لازم تكون تليفونات الحديثة؟ لا لا لا، أي نوع. أي نوع. الجديدة. أي نوع. أهم حاجة بس تكون موجودة العلبة بتاعته. بيشترط في التليفون عشان يرجع لازم تكون العلبة بتاعته موجودة. اشمعنى أو إيه سبب؟ إن العلبة موجودة عليها السيريال نمبر اللي إحنا في النهاية بندور بيه، إحنا بنبحث بالسيريال نمبر اللي على العلبة. إحنا بنبحث بيه في شبكات المحمول. لكن هو ممكن يكون محتفظ بيه، مش ضروري العلبة نفسها، يعني ممكن يكون موجود السيريال نمبر عنده أو هو مدونه. لو مدونه أو موجود، ما هي العلبة دي سند الملكية. العلبة سند الملكية. أما التليفونات اللي الناس بتشتريها من غير علبة دي بتسبب لها مشكلة في النهاية. حاجة من الاثنين، لو اتسرق مش هيعرف يجيبه. ولو ما اتسرقش وهو في ايديه بنسبة 99% هيطلع مسروق وهيتاخد منه في النهاية. فهنا أهمية الاحتفاظ بالعلبة التليفون.